موجود، الزيت موجود، فرينة موجود، السميد موجود. علي عليك سميد موجود، الفرينة موجودة، نحن نضربه بالساعة شادين صف على الخبز. سامحني انت، انت عايش في تونس ولا مش في تونس؟ عايش في تونس وخاطر تشرب الخبز وتعيش به. صلي على النبي. صلي على النبي انت يا خاطر عيب. صلي على النبي. مش ما يوديش بعضه. اي بيه. ما يوديش بعضه. السكر موجود قلتي مش موجود. الزيت موجود قلتي مش موجود. ما لا نعطيه لي هو الكلمة اللي كل شيء موجود. هو عطاه رأيه قال راهو موجود. شو انت هو الغلط في العباد؟ مالك باش تكون في بالك؟ انت تكون في العباد. انا نقول الحق حتى على امي اللي جابتني. قول الحق. باهي. مادام انت في حومتك ما فماش. ما فماش. باهي سامحني انت يا اللي مواكب بالعسل. انت الزيت موجود في الدبابز البلاستيك اللي هي ب 35 ولا بقديه؟ لا مش صحيح. ومش موجود الدبابز. ماهوش صحيح. ما 23 ايمان علاش مش في الدبوزه بودينار؟ موجود بودينار. انت ما تحبي تاخذ فمك درجه في الواحد، درجه في السكر. علي تحبي نقول كلمه نطلع عليها؟ عليها درجه في السكر. كيس عليها درجه في السكر. مش حرام عليك يا ربي عليها درجه في السكر. نرفع كاميرا كش نحكيو عن المواد الأساسية منهم السكر والقهوة. السكر والقهوة والزيت ودرني الكل ما قعد خلونا شيء، ما خلو حد شيء باش نخزرو له. شنو هي الأسباب اللي مخليتهم تقطعوا من رأيك؟ يا المربي اللي شادي الكراسي هاكا خلطو وصل لها. اللي شادي الكراسي يا لا كيفاه؟ شنو هي هذا سؤال سيدي فيه؟ هذايا حاجة معروف، شكون شاد احنا؟ انا شاده ولا انت ولا شكون شاد؟ شكون شاد علينا اللي تسايب علينا؟ انت قلت اللي شادين هما السبب باش تقطعك. كل شيء تقطع فرد مره، كل شيء تقطع ضربه واحده، هو بشوي بشوي اقطع حاجه بحاجه. يعني نجم تقطع السكر عندك ليه اسباب، تقطع هذيك تبدا عندك ليه اسباب، مش كل شيء فيه الاسباب. هو اللي ولا عنده كيلو سكر دراش عنده يا بنتي برا شدي الصف على عزيزة. موجود السكر حاجة. أي لا باين عليها. لا أنت شريته؟ موجود السكر. لا مش موجود. شو مش موجود؟ مش موجود. أنا قالوا لك موجود. لا موجود. وريني البلاصة خلنا نمشي. موجود غير أنتم فهمتي ولا لا؟ اللهفة نتاعكم هذيك اللي خلتها مش موجود. الحمد لله يا ربي لك الحمد اللي مانيش ملهوفة. لا كيف تقولي مش موجود؟ لا مش موجود. بلاصة تلقي السكر، القهوة موجودة، الزيت موجود، فرينة موجودة، السميد موجود. علي. عليك السميد موجود، الفرينه موجوده، نحن نضربه بالساعه شادين صف على الخبز. سامحني انت، انت عايش في تونس ولا ماكش في تونس؟ عايش في تونس وخاطر تشرب الخبز وتعيش به. اي لا بالحق شريناه وعملنا هكا حطيناه في البوبيله. صلي على النبي. الخبز صلي على النبي انت يا خاطر عيب. صلي على النبي. مش ما يوديش بعضه. اي بيه. ما يوديش بعضه. السكر موجود قلتي مش موجود. الزيت موجود قلتي مش موجود. ما لا نعطيه لي هو الكلمه اللي كل شيء موجود. هو عطاه رايه قال راهو موجود. شو انت هو الغلط في العباد؟ مالك باش تكون في بالك؟ انت تكون في الحق. انا نقول الحق حتى على امي اللي جابتني. قولي الحق. باهي مادام انت في حومتك ما فماش. ما فماش. قولي الحق. يعني مازال لك وش تبقى بالسماء؟ نعيط لاي واحد ويقول لك السكر موجود. مالك انت تابعهم الجماعه؟ لا تابعهم. شنو انا جيتك من كوكب اخر؟ مادام يعني مازلت لك وش قلت لك واش تقعد ساعه باش تلقى القسم بالله وساعتين ما عادش تبعهم يعني ما ساعتين سيئه اللي فات ما ساعتين ما فهمتش ساعتين ما عادش موجود سيدي حسين ساعتين ما عادش تلقى خبز لا موجود سيدي من العاص ما بتزيد حسين والسميد مش موجود باش يعملوا لعبات الخبز ما فهمتش هكا كانوا يخدموا يستقاتوا في خبزه يعملوا في الخبز العربي مسكرين من رمضان مسكرين انت بالذات وكان نمشي الدارك تنقي عندك 10 كيلو حوش قسما عظما يا من قولوا يا حسره على بيت الموت والله ربي العظيم يا من هزك تو نشهد عليك العالم كامل مش تونس وكي تلقي حاجه عندي انا نجي نرعش عليها ومرعوبه خذ اشتري مستحيل باش ما تلقيش عندك السكر خذيت البارح كيلو قص توابع هنعيشوا بقص السكر قصر توابع سكر توابع تو ولا طلعش باهي سامحني انت يا اللي مواكب بالعسر انت الزيت موجود في الدبابز البلاستيك اللي هي ب 35 ولا بقديه؟ مش صحيح ومش موجود الدبوزه ماهوش صحيح ما 23 ايمان علاش مش في الدبوزه بودينار؟ موجود بودينار انت ما تحبي تاخذ فمك درجه في الواحد درجه في السكر
علي مش حابين نقول كلمه نطلع عليك عليه الدرجي بالسكر عليه الدرجي بالسكر مش حارم عليك جارب عليه الدرجي بالسكر نرفع كاميرا كش مبروك هي